ما بيبقاش نفسك خالص ترفعي سماعة التليفون تكلميه تقولي له ليه او انا قصرت في ايه بجد؟ ما اقدرش ولا ما اعملش كده. انت تعيطي هو مش كده عشان انت بتعملي ستريس عليا. مش ستريس، ما بقولك ما بيجيش، بتقولي خلاص اصدقاء ونسيته، لكن ما بيجيش في بالك خالص انك تكلميه تستفسري. انا استني بقى استني. لا بجد اصل هقول لك حاجه، ساعات كتير قوي اما مثلا تقعدي متجوزه، انا اصلا ذا كوين اوف دراما، بحب الدراما جدا، تلاقي نفسك اتطلقتي فجاه مثلا، او انت قعدتي استنيتي مثلا سنين طويله عشان تتجوزي، كيف بتحلمي بالبيت بالبيبي، وقفتي في ظروف زي ما بتقولي مش كويسه معايا عند ربنا بقى. لا انا قصدي اقول ان كنت مستنيه. انت مش عيطتي لي خلاص؟ مش بعيطك والله، انا عايزاكي بس تبقي صادقه. انا مع نفسك مش عايزاكي تحكي على والله صادقه مع نفسي، وعندي تصالح وعندي رضا تاني، يعني مش عايزاكي يبقى عندك حاله كده عارف بيسموها كده في علم النفس دينايل، لا اللي هو حاله رفض للواقع خالص. ليه؟ تجربه وقد قاسيه وزعلانه منها ومتضايقه منها جدا، وكنت اكيد مستنيه عندك امل ان يعني ظروف صعبه هنعدي الظروف الصعبه دي عشان اتجوز واخلف خلاص البني ادم يعني فكل الحاجات دي اتقلبت لفيلم تاني خالص. ربنا عاوز كده حقيقي، ربنا عاوز كده. انا بقول لك على فكره صاحبه دلوقتي، انا مش عايزاكي تبقي عارفه زي اللي ابنها توفى فمش تقول لك لا ما توفاش لا انا مش وانا في تمام دي. وانا كويسه. لا انا مش في الحاله دي خالص، وانتي عارفه كده كويس قوي. ممكن اقول ويمكن انا طالعه قويه زيي، ما تتكسريش. انا بالظبط بس القوه دي عشان الناس بس بتفتكرها ان هي جبروت لا بالعكس، القوه دي بتبقى من عند ربنا. انتي عملتي كل اللي عليكي، قلتي انا 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 اعمل حاجات كويسه او 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 اتظلم احسن ما اظلم. بالظبط هو ده اللي بيدي القوه، هو ده اللي بيدي قوه بالظبط، عشان الناس بس تفهم مفهوم القوه ان هو الجبروت مش عارف. اوكي ريم مش مكسوره بس انت زعلانه. زعلت بس مش ستيل زعلان، يعني وانا قاعده معاكي مش هفضل زعلانه، بس الموضوع ده بقاله يعني، بس هبتدي ازعل لو ابتدى اسمي يبقى يعني احمد يقحمه في اي موضوع. زعلتي من لقاء استاذ عمرو؟ بقى اللقاء صدقيني بس ما كنتش احب انك انت يعني انت الحمد لله قلتها بعد مش هسميها يعني هسميها كانت اوقات صعبه بتعدي عليك، فانت سنتين انا سبت ريم رجعت الريم ولادي بناتي مش عارف ايه هسمي ده كانت فتره مش ما كانش ستيبل فيها، لكن انت دلوقتي فتره اظن ان فتره كويسه، ما كنتش احب انك تقول حاجه ومتقلك خطيبه فانت ما زلت. لا احنا يعني انت كنت عايزه رد يتقال ان دي زوجتي وست محترمه وباركت لي وهي بس فاهمه غلط، او هو مش عايز بقى يقول فما يقولش باركت. ما اتكلمناش، ما كنتش عايزه اقول احنا ما اتكلمناش، هو ليه عايز يبان ان احنا بنتكلم؟